السلام عليكم، كنت بين صفحة زينب السباح. اليوم جيتكم بكيفية ماشي حلوة ماشي طيب. اليوم تحضيرات للعولة، كما تعرفوا فصل الصيف كما نملاو الصرصور يدير العولة. حنا تنت الانسان تنت لازم يدير عليه يدير العولة كما حب، الا عنده مقدور يشري عند لي بيسي، سينو هو يدير بطريقته الخاصة العولة تاعو. اليوم انا بركت الله جبت لكم فلفل احمر باش يولي في بلاصة العكري ولا في بلاصة الدرسة، تجي المرقة ملبية وخبيتها وتجي بنينة. نبداو على بركة الله. نملحوه، نبداو نملحوه. شوفو عندنا ملح شقيتو، بعدين شللتو نحيتو الزريعة تاعو. نبداو نملحو، بسم الله، نحكوه مليح مليح كما راكو تسمعو الملح هكذا، نحكوه مليح ونديروه. ما تشحوش على الملح، اما سيفو يديكم باكي لا زوج. كاين بعض العائلات يتشدو حتى لعشرين ثلاثين صندوق ويجتمعو ليطيب فطور، يدي فطيرة يدي قهيوة، وهما راهم هذاك الفلفل راهم يواسيو فيه وكيبس مليح. يقسموه العائلات، يشرو 50 40 صندوق، يشرو حتى 80 صندوق ويقسموه العائلات، إخواتات الواسات، نديروه في السلة يقطر. كما راكو تلاحظو كل حبة نعطوها الحق تاع الملح تاعها، ومن بعد يبات لي الكامل هو يقطر. باش نغداو ان شاء الله نفرشوه فوق الكرتونات ولا بابي جورنال مدة 3 ايام ولا 4. بكري كنا نحطو فوق الطرمود ولا لوحة تاع المدليات وننشرو الفلفل تاعنا. ودوك ننشرو غير في وسط الدار تحت السمش بيان سيغ، ونديرو الفلفل العولة تاع الفلفل. كي الحر مع النواسيوه في السوالف نركبوه في الخيط، ونحلو كيما راكو تلاحظو نواسيوه كاع بالملح كيما راكو تشوفو، ونيبسوه. دوك نوريلكم كيفاش في 3 ايام كيفاش ولا لي الفلفل. هاو الفلفل في 3 ايام، راكو تسمعو فيه كيفاش مقرقش، يابس مقرقش في 3 ايام. هذا بعد لي ملحتو خليتو لي الكامل هو يقطر، و 3 ايام وانا ننشر فيه. مع العشية نرفدو باسكو لي تطيب داك طيح شوية ليميديتي، يقعد 3 ايام 4 ايام ويشد لكم العام كامل. كيفاش تخزنوه؟ اللي عنده باكيت تاع الفارينة ولا تاع الدقيق ما يرميهمش، يخزن فيهم هاد الفلفل المجفف. حبوا ديروا تحت بوطاجي ولا في بلاكا ولا اللي يحب دير كيما عندي عجوزتي، ديروا في الكونجيلاتور في الساشيت هكذا ميب هكذا ميب، بس ديروا في الكونجيلاتور تجمع بزوج ورقات ثلاث ورقات، وتما خلاص وحده حاره تاع الفلفل اللي تباع في الزنقه، ودير زوج وليقات ثلاثة وهي دايره الدرسه ما شاء الله. نوريكم دوكا كيفاش شقيتو كيفاش رديتو هكذا. نبداو على بركه الله. راكو تشوفوا فيه بعد اللي شللتو ومشمخ وقطرتو، دوك نبداو نشقو فيه. نديرو له هكذا، نحولو راس تاعو باش ما نبحروش بزاف الفلفله، ونشقوها هكذا، ومن بعد نحلوها بيان كوم الفو. راكو تشوفوا هاد الزريعه